طماطم ب 10 جنيه وطماطم كيلو وربع ب 10 جنيه ومحدش بيشتري، وسوق زفت اهو، في اسعار في الدنيا بالكلام ده هنطلع في التلفزيون. ايه سبب الزلزال في الاسعار كده؟ الطماطم والعه في الغيطان ما طلعتش. والله احنا ما زودنا على التلاج ب 6 جنيه ونص من بعد ايه؟ من على الشمال السماء من على الساحل الشمالي. والله بكلمك بدي عادل بعد ال من قبل ما تروح ب 40 كيلو. شوف الغلا دلوقتي عامل ازاي مع الناس، ها؟ تعمل ايه دلوقتي يعني الناس دي؟ شوف البيع والشراء عامل ازاي؟ ما عادش اصلا في فلوس في الدوله وفي مصر بالذات. نعمله احنا دلوقتي يعني، ها؟ الطماطم ب 10 جنيه. اقسم بالله ما اشتغل لك وانا صايم. الخيار ب 5 جنيه ومفيش بيع ولا شراء والعالم مش لاقي تاكل منها تاني في السوق. ب 10 جنيه الطماطم، العالم هتعمل ايه؟ هيجيبوا منين الناس يعني؟ الاسعار والله كيلو ونص ب 10 وكيلو وربع ب 10. كيلو وربع وكيلو ونص. فصل زرع. فصل زرع. لا دي من عند الناس اللي طالعه غاليه عمومي. عمومي. كيلو ونص ب 10 وكيلو وربع ب 10. الشمس اللي بوظتها. الشمس اللي جابت طماطم ياما عند الفلاحين السنة وبس. كيلو وربع وكيلو ونص. لا هي العرض والطلب بتكف بيغلى سعرها بتزيد بتنزل. الناس ما هي من لاجل. الاسعار عامله ايه معاك؟ والاسعار سودي.